ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. فاجأ وزير الاقتصاد الإسرائيلي عامير بيريس المغاربة برسالة وجهها إليهم عبر مقطع فيديو متحدثا فيه باللهجة الدارجة. الوزير العبري المغربي الأصل من مواليد أبي الجعد بدأ كلامه بالسلام عليكم، حيث عبر عن فرحته الكبيرة لموافقة المملكة المغربية على ربط علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. واعتبر عامير أن ما حدث هو حلم أصبح حقيقة بالنسبة إليه، متمنيا لو كان والده على قيد الحياة ليشهد هذه اللحظة التاريخية، قبل أن يختم حديثه بعبارة الله يعطيكم الصحة، والتي وجهها لجميع المغاربة. السلام عليكم، اسميتي أمير أرمون بيريز، وزير في الحكومة الإسرائيلية، وأنا فرحان بزاف على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب بلادنا. أنا نولد في المغرب في أبو جعد، وتنحس باش الحلم ديالي رزع حقيقي، وكنت نحب باش حتى والديا يكونوا حاضرين معايا في هذا النهار المبروك. كنرزى باش هذا السلام يكون إمارة السلام في الدنيا كلها. الله يعطيكم الصحة، تبقوا بخير وعلى خير. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.